عندي أمل كبير لما شفت أنه في الشارع الجزائري شباب يهضروا على خيدر الله يرحمه، شباب يهضروا على عبان، على كريم، على ديدوش، يهضروا على لي لابوينت، على حاسيبة. سي انكرويابل. أنا فهمت منها حاجة واحدة، خير الله عز وجل يقول لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا في نيتي الشهداء تاع الجزائر لما تصح الجزائر تحيروا في القبور نتاعهم أو في الحياة البرزخية، تحيروا على الجزائر وجحهم قلبهم على الجزائر التي دنست بأقدام وسخة، دنست بأيدي وسخة. دم الشهداء اللي صبغ كل منطقة في الجزائر محير، محير على الأمر اللي قالت ليه الجزائر، ما جاهدوش وما ماتوش وما ضحاوش باش يحكمونا جهلة، خونة، عملاء، يشردوا الشعب تشريد كما هذا. طيح شوية شتاء الناس تغرق، طرقات تقتل، قطع الغيار مدرح، تعليم ما كانش، صحة ما كانش، ترانسبور ما كانش، أغذية ما نعرفش قاعدين نتغداو ما كانش. يعني سبحان الله، لكن الأمل موجود، أمل كاين تنتصر الثورة هذه وتخرج طبقة سياسية وطنية حقيقية جديدة تقوم ببناء الجزائر، لأنه عندنا المؤهلات باش نبنيو جزائر حقيقية، دولة عدالة وقانون، ودولة رفاهية، ودولة علم وتطور، تكون فيها العدالة الاجتماعية الهم والهاج الأول للقائد الأول، أنه كل الشعب الجزائري تكون عنده نفس الحقوق ونفس الواجبات حسب الملكات والكفاءات. دونك مدام ليندا يا ديسبور لو كومبا كونتينيو، أمل كاين، المعركة تواصل. نوت كيسيون دو مجاهد زاير، كومون بوفون نو فورسي لو بوفوار مافيو ا ليبيري نو فرير ديتوني؟ Alors bon, on lui a il y a une personne qui lui a répondu, il faut une grève générale. Est-ce que une grève générale peut... Une grève générale doit être menée par les syndicats. On a appelé la Sian Madani Galoualina Tahouf. On a appelé la grève générale Makadrochi Diroa. C'est normal. Parce que les syndicats, qui c'est qui lance les grèves? C'est les syndicats. Les syndicats, les syndicats, les syndicats, les syndicats, c'est des satellites de l'Anidam. Nakabat, les syndicats, les syndicats, les syndicats, les syndicats. بكل كما راها تعتبر منبثقة هذا الحزب الخامج الأم اللي هو لفلان، كما لي سانديكا يعتبروا منبثقين عند السانديكا النقابة الكبيرة الخامجة اللي هي لوجيتيا. يعني كما يقولوا بكري الناس طويصة وبنتها، اوني با سورتي دو لوبيرج. لكن كي تحب تحرص سجناء، أولا شكلوا قيادات سياسية في الخارج ماشي في الداخل، لأنه في الداخل راح يعتقلوها. شكلوا قيادات سياسية، الشعب يتمحور حول القيادات السياسية، يتبع توجيهات نتاع القيادات السياسية هذه، السجناء يتحروا بإذن الله. مام راني مخالفهم في الرأي، مام مانيش داكور معاهم، مام عندي تحفظات عليهم بكل واحد بواحد، لكن هذا يدعي أنه ما ندخلوش الناس للحبس قضية رأي، عنده الحق يقول رايه. أي جزائري عنده الحق يقول في الطريق، لكن ما تعداش القانون وما طيحش هضرة زايدة يقول الرأي نتاعه حتى بالبوق اللي بغاه. ليكسبريسيون اي تندروا، أي جزائري عنده الحق يتحدث، فما بالك ناس مناضلين سياسيين كيما طابو، كيما بومالا، كيما بالعربي، كيما غديري. غديري راه في الحبس. علاه غديري راه في الحبس؟ علاه واه؟ على ما يعرف الحبس
حياته كل جوزها عسكر، علاه راه في الحبس؟ ديجا العسكر كان حبس، علاه غادي يديروا الحبس؟ على واحد قاري كان يخدم تحت جهلة، أكبر حبس هذا هو، زادوا حطوه في الحبس بأي تهمة؟ غديري في الحبس 10 سنين اللور تبون ما يقدرش يهضر مع غديري، يدومون دي أوديونس يستقبلوا العامين. واش يديروا هاد الناس من الدرين تاعهم؟ يمشيو في الحراك، عندهم صيت مع الشعب، حطيتهم في الحبس. كيف تحبوا الشعب يتحاوروا معاه والناس اللي الشعب يتيخ فيهم حطيتهم في الحبس؟ دونك هذا كذب وبهتان تحايل، لكن الشعب فايق. علاش؟ تعرف علاش فايق؟ شيخ فايق الشعب مدام باسك، معظم الشعب الجزائري شباب، ومعظم الشباب طلبه، والطلبه ديما كانوا هما المحرك نتاع الثورات. ايها الطلبه، افو لي ستوديون، vous êtes le moteur de toutes les révolutions de par l'histoire. C'est vous la révolution. C'est vous le moteur de la révolution. L'espoir fait vivre tant que le peuple est dans la rue. Je suis d'accord. Bon, Chahani, c'est incroyable. J'arrive même pas à lire les questions des internautes parce que c'est. Et en plus, Benin, mais ce n'est pas des Algériens parce qu'ils écrivent en anglais, ils insultent en anglais. Donc, alors. Il y a une question, il faut qu'il faut créer des comités révolutionnaires communaux ou à l'échelle de quartier pour assurer le suivi des grèves. Bravo, c'est les comités d'autodéfense. Ce sera la défense civile. Comment réaliser ça? C'est une initiative, ça coule chouma. Toujours Moudjahid Zahir, il... Chaf, Moudjahid Zahir, vous avez tout à fait raison. C'est ce que nous, on appelle, ce qu'on appelle les comités de défense civile. Yani, Difa' al-Madani. Difa' al-Madani, hada, huwa tchkilat, shabawiyya, ما عندهاش علاقة ببعضها، من أجل حماية الأمن نتاع منطقة معينة أو مصالح معينة أو الدفاع عن حاجة معينة. لما المدنيين يفقدوا الثقة في السلطة السياسية يتشكلوا كدفاع مدني. برك هذه في مرحلة قادمة راح نعطيكم حتى كيفاش تتوظف هاد لي جروب، كيفاش يخلقوا الميكانيزم نتاعها، ومن بعد الشعب يتهيكل او ما يتهيكلش، هذا يبقى اختيار الشعب. لكن برافو، ماشي غير اكسيلانت، اون سور لا ميم لونغور دوند.